وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال. كما اطلع الرئيس السيسي على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنسيق الحضري للطرق والمحاور الرئيسية بها. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو مستعدة للرد بحزم على محاولة أي دولة للتدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لم ترصد منذ بدء عملياتها العسكرية أي محاولات من الجانب الأوكراني لاستئناف الحوار مع موسكو. قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ إن عملية انضمام فنلندا للحلف ستكون سلسة وسريعة وسيعزز أمن الجانبين، فيما اعتبرت موسكو هذه الخطوة سوف تشكل خطرا على أمن روسيا وستؤثر سلبا على الأوضاع في المنطقة عموما. يأتي هذا في أعقب إعلان الرئيس الفنلندي ورئيسة الوزراء عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى الحلف. قالت وكالة الطاقة الدولية إن انخفاض إنتاج النفط من روسيا بسبب تداعيات العملية العسكرية بأوكرانيا لن يسبب نقصاً في الإمدادات العالمية في ظل زيادة الإمدادات من مناطق أخرى وتباطؤ الطلب جراء إجراءات الإغلاق في الصين. وكشفت الوكالة عن ارتفاع صادرات روسيا النفطية بمقدار 620 ألف برميل يومياً في إبريل رغم العقوبات ورغم تراجع الإنتاج في نفس الشهر بقيمة مليون برميل يومياً. أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً، وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق في إشارة إلى بحر اليابان. شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عقلة من مقر الرئاسة في مدينة رام الله بحضور رسمي وشعبي كبير، ومنحها وسام نجمة القدس. وحمل عباس في كلمة مقتضبة خلال مراسم التشييع سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الصحفية.